هو ممكن احنا نضيع حياتنا في فكرة واحدة؟ ده ممكن فعلا يحصل، بالذات لو احنا مش اخدين بالنا والسنين عمالة تمر، وانا في فكرة معينة في دماغي عمالة يعني اخدمها او افضل وراها عشان تتحقق، زي مثلا فكرة السفر، ومتخيل مثلا ان الفكرة دي هي اللي هتنقذ حياتي او هي اللي هتساعدني او هي اللي هتوديني لبر الامان. افكار كتيرة، مش بس فكرة السفر، فكرة مثلا انا مثلا لو عدم الانجاب، لو انا مش بخلف وبفضل ورا موضوع اني مش بخلف، اوكي انا بحاول محاولات كتيرة عشان اوصل لنتيجة، بس في اثناء ما انا بحاول ما اوقفش حياتي، ما اقولش انه هو ده اللي هيسعدني، هو ده اللي هيوصلني، لانه مع الوقت انا يوم بعد يوم عمري بيضيع، يوم بعد يوم حياتي بتتسرق مني وانا ببقى مش اخد بالي، ببقى حابس نفسي في الفكرة دي وان الفكرة دي هي اللي هتساعدني ان حياتي تبقى افضل، وافضل اعمل ده لحد لما حياتي ممكن تنتهي وانا ما عملتش اي حاجة. فكرة كمان مثلا زي لو عندي اعاقة او لو انا فقير مثلا، فانا متخيل ان انا لو غني هقدر اعمل، متخيل ان انا لو ما عنديش اعاقة هقدر اعمل، مع ان احنا بنشوف ناس كتيرة جدا عندها اعاقة بس برضو بتقدر وبتوصل. فلو انا حبست نفسي في فكرة معينة، حياتي بتفضل تضيع او سنين عمري بيضيع يوم ورا يوم من غير ما بحس، وفي الاخر ما بوصلش لاي حاجة. لو انت عايز توصل لحاجة معينة، خلي الفكرة في دماغك، اسعى ليها، لكن ما توقفش حياتك عليها، لانه مع الوقت هتلاقي نفسك حياتك والسنين بتعدي وانت لا وصلت للفكرة اللي انت حبست نفسك فيها ولا استمتعت بأي حاجة في حياتك، مع انك تقدر ان انت تكمل حياتك بحاجة تانية ممكن تعملها، بس لمجرد انك لو فكرت. فأنا طالبة منكم انك يعني تقعد مع نفسك، اقعد مع نفسك وشوف هل في فكرة انت حابس فيها نفسك ومش بتخرج منها وحياتك عمالة تضيع في الفكرة دي. فمن فضلك يعني اقعد مع نفسك شوية، فكر في الموضوع ده، ولو انت بتسعى لحاجة ما تحبس نفسك فيها، لكن كمل حياتك واسعى ورا الموضوع اللي انت عايزه او الفكرة اللي انت عايز توصل لها، لكن خليك عارف ان حياتك ممكن تكمل وتبقى كويسة برضو لو انت بتسعى في حاجات تانية، مش فكرة واحدة هي اللي هتخليك توصل، هي اللي هتسعدك وتفضل تضيع عمرك فيها. شكرا ليكم وسلام.